السلام عليكم، معكم عبدالله هدامو مدرب فريق الجمالكيئينات. الحمد لله المقابلة الأولى انتصرنا فيها اللي كنا متخوفين فيها بزاف. تتعرف المقابلة الأولى هي ذاك المفتاح اللي تنقولوا احنا ديال البطولة. الحمد لله ربي ما خيبناش وانتصرنا بواحد نتيجة وأداء، وهذا فرحنا ونسينا هنا المقابلة. احنا 3 بوا عندنا يعني في الجيب ديالنا كي تنقولوا، غنشوفوا المقابلة يعني اللي باقي لنا جوج يكون فيهم خير ان شاء الله، نحاولوا ننتصروا في المقابلة الثانية باش نضمنوا التأهيل ديالنا ان شاء الله للدومي فينال ويكون خير ان شاء الله. وتنشكر اللاعبات على الأداء اللي اداوا في المقابلة، وتنشكرهم بزاف ودعواتكم معنا ان شاء الله ويكون خير ان شاء الله.